بالنسبة ل 23 مارس يعني تعطينا واحد الفكرة على شكون اللي كان المسؤول على حركة 23 مارس وشنو وكيفاش كان التنظيم وشنو كانت الأهداف ديال الحركة هذه؟ كيف ما هو في ذاك الزمن التوريه كانت الأحلام كبيرة لأن كانت الناس كتحلم بتغيير جذري في الواقع القيام بثورة على الطريقة الصينية أو على الطريقة السوفيتية إلى آخره عن طريق عنف مسلح وتنظيم الجماهير وتنظيم إلى آخره ولكن كل شيء هذا كان كخطابات أكثر منها واقع لأن هذا الشيء كله كان يتم عبر مناشير ودوريات كانت كتطبع دونك هذا هو كانت الأدبيات أكبر من كبر من الحجم ديال الحركه اللي هي كانت حركه يمكن نقولوا ديال المثقفين فيها اساتذه وطلبه وتلاميذ هذا هو المرتكز هذا المرتكز ديالها بالتالي هو الاكتشاف ديالها ربما بالنسبه للدوله هو كانها اكتشفت شي كنز ما كانش عارفه شنو هو الحجم ديالو التنظيمات والخلايا وهنا وفي المدن هنا متعدد تقريبا تغطي التراب الوطني في المدن الكبرى فقالوا ربما هذا الشيء نيت شي حاجه بالصح وممكن يكون فيها شي داعم الى اخره فمن ثم كان التاديب بشكل بعنف شديد كان القيادات البارزه كان كل الجانب السرفاتي لا جانب السرفاتي كانت قيادات كذلك من 23 مارس كان كبير الى اخره عكس الامام كان فيها السرفاتي اول سينو مساره الى اخره كان هو الرمز ديال 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 التنظيم فبالتالي كان شي محاوله ديال جلب سلاح او القيام بعمليه ما لا لا والو ما كان تحت ما جاش الفعل لا ما كان فعل كان فقط منشورات كان منشورات في افكار بسمها القاضي الشريف في كتاب ديالو تجربه الحلم والغبار الحلم والغبار تماما هذا هو اللي كان الاحلام كبيره دونك ولكن هاد نقول واحد النخبه مثقفه والسلام كانت تحلم بعالم افضل وتغيير اللي تغيير اللي كان يمكن نقولوا صوره ديال الزمان ديالهم لان كان ديك الساعه طور الفيتنام الكمبودج هكذا كوبا الى اخره الرموز التوريه على المستوى العالمي كانت هي هذه وبالتالي كانت هي يمكن نقولوا هي الحلم اكثر منه زعما شي طيب المحاكمة مشينا للدرب غويلة هكذا مشات غويلة كان ربما من خاصيتنا أولا ملي وصلنا لغويلة كان تطرح السؤال شكون اللي بغى يتقدم البكالوريا أنا في الحقيقة تقدمت كنت لأن أول واحد خدا تقدم الامتحان وخدا البكالوريا ديالو رغم اننا ما كناش كنتوصلوا بالكتب وداك الشيء ولكن كانت الاستفاده من الاساتذه اللي معنا معتقلين دونك تقريبا في التهيئ وفي كذا دونك هذا هو الاضافه بطبيعه الحال الى نتكلموا على السبعينات التكوين يعني تقريبا 74 الور احنا خرجنا 75 دزنا الغويله دونك 75 تسجلت وخديتها في 75 76 خديتي باكالوريا 75 في السجن كنت الوحيد اللي تقدمت باش من بين التلاميذ وجاب الله التيسير في خلال العام انا في الحقيقه درتها كتحدي هذه قبل المحاكمه قبل المحاكمه كتحدي لان كانت فيها كذلك استحضار ديال المعاناه ديال الوالدين فكنقول ربما الا خديت هذه البكالوريا غادي يقولوا هذاك راه فضيع ما بهاش راه ما غاديش هو خدا البكالوريا وداك الشيء فبالتالي المهم كانت النتيجه ايجابيه وكان السجن في غبيله كانت شي زياره كان مسموح للعائله تزوركم بعد واحد الفتره كتزورنا العائله والفتره الاولى كان ممنوع الكتب بشويه بدا كيدخل شويه بشويه الادبيات كذا الروايات في ذاك الوقت اللي ما كان شيء الامكانيات ديال ادخال الكتب كان اللي حافظين مثلا الحفظه ديال الشعر وديال كذا لا كانوا كيكتبوه في الكاغن ديال السكر دونك هذيك المربع الازرق ديال السكر كتحل وتت
عاوتاني تقسم منه طرف اخر باش يكون له راق كثار، وكتكتب تما القصائد درويش سامح القاسم الى اخره، وكتبدا الدور على الزنازين كيخرجوا الاستراحات يخليوها تما. دونك تما في الحقيقه حنا ربما حفظنا شعر وحتى اغاني، لان كانوا الناس اللي معنا كانوا حافظين الفيروزيات وغيرها والشيخ امام وما الى ذلك. فكان هذا هو يمكن هو الماده اللي كان الاطلاع اللي بطبيعه الحال من بعد غادي تطور، كان تطور كذلك حتى طريقه التواصل فيما بيننا عن طريق ديكود صنعنا نوع ديال الكتابه بنقاط ورمزيه باش ما يقراهاش الاخر، اللي كانت كتدور بين المجموعات اللي هي معزوله تمايا، تتمشي ملي كتبغي تنشر الحوايج فكذا كديرها في مكان وكتعطي الاخر اشاره الى اخره. فربما في هذاك الوضع كتشوف القدره ديال الانسان على التكيف مع واحد الواقع اللي هو ماساوي اللي ربما يدعو الى الاحباط والى كذا، كيفاش كيخرج منه طاقه اخرى اللي كيبلورها كاشكال ربما تعتبر اشكال نضاليه، ولكن كاشكال ديال المقاومه ديال القتل ديال الانسان فيه. دونك هذا كنعتبر بان هذه كذلك من الدروس. وكان الناس اللي معنا، لان كانت درب مولاي الشريف كما قلت لك كان هو امتداد لهذيك الهمجيه وذاك التعذيب، ومره يجي يشتوا لي كل شيء الحوايج ويخويوا لي الحليب فوق الدونتيفريز فوق الكشاف وكذا، ودبر راسك انت مع هذاك الشيء. المهم باش المعنويات تكون طايحه على الارض، هذا هو كان الهدف، هو كيفاش ترجع تخلي. فهذا كانت ناس كذلك شخصيات اللي عندها مقومات ديال التنشيط. كانوا معنا مثلا، انا كنتذكر واحد الصديق كان الله يرحمه الهاشمي بن رضا، كان طالب انذاك في السنه الرابعه في شعبه التاريخ من مراكش حتى هو. هذا كان داير لنا تنشيط ديال الحكي، بحال داير لنا حلقه تما احنا اربعه الناس من في الزنزانه، من ضمنهم اللي باقي دابا السي حمد الحبشي اللي في المركز اي تي الدر في الدار البيضاء، ومع الاشتراك الموحد كان في منظمه الاعمال الى اخره. كان السي احمد هو الرجل ديال المسرح هو في الاصل. دونك اللي غادي هذيك الموهبه غادي توظف ملي نوصلوا للسجن المركزي. كان هذا السي بالرضا كان دير لنا حلقه تمايا من شخصيات وهميه كيخلقها، تيقول لك واحد صاحبي في الحومه سميتو كذا، وتيعاود لك عوالم ديالو، قصه حب ديالو، كيفاش خدا الكوتشي وهو غادي، وحنا جالسين بحال كنتفرجوا في شي فيلم. فهذا هذا الشخصيه في الحقيقه وكان مريض بشكل كبير، عنده واحد الاذن ولكن ما كاين علاج ما كاين والو. كان مسكين يصل الى ان كيطبخ طابه في الغطاء ديال البواطه ديال نيسكافي وكيقطرها في ودنيه باش يوقف، لان ما كيبغيش يديوه عند الطبيب. فمن بعد المأساة ديالو غادي يخرج وغادي ينتحر للأسف، فكان فقيه بن صالح وشي حاجة كان يعني بعد خروجه من السجن انتحر. فهذه بعض الأوجه. بطبيعة الحال غادي ندخلوا ديك الساعة ثانية في المعركة ديال بغينا نتحاكموا. المحاكمة كطالبوا بأنكم خصنا نتحاكموا. تحاكموا تقريبا الاعتقال الاحتياطي. هذا احنا من اواخر 74 الى بدايه 77 وانتم بدون محاكمه. احنا بدون محاكمه دخلنا في اضراب عن الطعام تنطالبوا باش نتحاكموا. فجا من بعد جات المحاكمه، وجات المحاكمه بديك الاشكال مثل باقي المحاكمات اللي كانت سائده في ذاك العصر، محاكمه سوريه اللي ما فيها لا تمييز بين هذا ولا ذاك، كانت وكانه بحال اللي حط واحد المجموعه ديال الكواط فيها السميات، وكيهز هذا العرام تيقول هذا خمسه، هذا 10، هذا 20، هذا 30، هذا مؤبد الى اخره. دونك ما كانش لا ترافع، ما كان ما تيخليكش تهضر. في الاخر قال ولا جرى علينا من فصل القاعه القاضي، وكيدخلنا بواحد بواحد.
كان السي عبد الرحيم بن رضا الله يرحمه، كان السي عبد الرحيم الجامعي وسي كان كان في الهيئة الدفاع، والسي عبد الرحيم بن رضا الله يرحمه حتى هو كان من كان من ابرز العناصر في العائقة في الهيئة الدفاع، لان كبار المحامين في الاحزاب الاخرى كانوا رفضوا يترافعوا نظرا لان طرف من المعتقلين كان كيطالب بتقرير المصير في قضيه الصحراء. هذا كان هذه مشكله، هذا كانت فيه مشكله. واحد اللي كان حاضر مسكين باستمرار هو عمر بن جلون اللي كان الى حدود اغتياله، وهو كيجي وتيناقش وتيحاول يقنع بانه هذاك الموقف خليه محطوط بوحده، ما نجبدوش، ما يكونش موضوع، راه هذاك الشيء اللي بغى يديكم ليه الى اخره. فبالتالي ملي خرج هذاك الشيء فعلا كان جو عام مناسب مهيئ، لان حتى بعض الاحزاب الوطنيه في ذاك الزمان في عناوين صحفها كانت تقريبا تدعو الى تشديد الاحكام بالشكل. هذا الموقف ديال 23 مارس من قضيه الصحراء وساهم في انه يكون هذا التعامل القاسي معكم؟ هو في الحقيقه كان الموقف الابرز ديال الامام، لان اغلب ديال الناس ديال 23 مارس كانوا مع كيقولوا الصحراء المغربيه، مع عدد من القيادات ديالها بما فيهم المرحوم عبد السلام مدان، بن شقرون، علال الازهار الى اخره. فكل الجهه الاقوى هو في الصف ديال الامام اللي كنظن راه باقي الموقف الى الان حاضر على مستوى التنظيمي. ف دونك صدرت الاحكام بهذا الشكل هذا. كان براده كنذكر هو في نفس لان كان يتدخل باستمرار، ففي مرحله قالوا ليه ما تجيش، وضعوه في الاقامه في بيته ما يخرجش، قالوا ليه راه وصلنا خبر بانك انت مهدد بالقتل، وسدوا عليه. فكان تحرك ديال النقابه المحامين وكذا، ومشاو لعند وزير العدل الى اخره باش عاود تلقوه يجي للمحكمه، لان كان فعلا وجه متميز في وسط الدفاع اللي كان. الحكم اللي صدر عليك؟ انا الحكم اللي صدر عليا 5 سنوات. كنت دوزتيها كملتيها ولا زدتي فيها؟ لا انا ما كيتسالوني والو، دوزت حبسي. لا 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 دوزت باقي، انا خرجت حتى الاواخر ديال السبعينات. دونك لان حنا كانوا يحكموا علينا بسنه مثلا 5 سنوات زائد سنتين، وكل واحد زاده سنتين، 10 سنوات زائد سنتين هكذا الى اخره. علاش زائد سنتين؟ زادوا علينا بتهمه اهانه القضاء. هذه جريمه اخرى. جريمه اخرى تفصل المحاكمه. تنتناوشوا مع القاضي. دونك واحد الساعه بدينا رفعنا الشعارات تمايا اللي ما كيخليناش نهضروا، هو طردنا من القاعه وزادها حتى هي اضافه وعطاها 2 سنوات اضافيه. هذيك السنتين من بعد درنا فيها المسطره ديال الطعن فيها، اي ديال ادماجها، اي ماشي تضاف، لان كانوا مسجلين علينا بانك تدوز كل واحد مثلا 5 سنين زائد 2 هي 7، في حين انه من الزاويه القانونيه هذه المساله ما كايناش، كما كيقولوا المساجين العاديين تيقول لك الكبيره كتاكل الصغيره. دونك داروا مسطره من الناحيه كذا وتدمجت هذيك السنتين. ديك السنه من نور المحاكمه مباشره نقلونا الى السجن المركزي. في 2 مجموعات انذاك، الف في 2 احياء، حي الف وحي باء، اللي حتى هي بقى فيها في الاول نفس النموذج، اي الحي تيتقسم على 4 وكل مجموعه كتخرج الدور شويه وتدخل تسد عليها. وانا ثاني في نفس هذيك الفتره عاود كتبدا ثاني اشكال اخرى، نتذكر من ربما من الجوانب المرحه في اشكال المقاومه، لان تما كان الزنازين انفراديه، كل واحد زنزانه. ففي فتره ما كنتذكر شيء من صاحب الفكره، ولكن كانت فكره جميله، هو نهار السبت كنديروا سهره، اللي كيعرف يغني واللي كي وانتم في الزنازين انفراديه، كل واحد في الزنزانه ديالو وكنديك من هذاك داك الشريج الصغير اللي كاين، كدوز اصوات كتهضر. كنتذكر كان
كان من المسيرين ديال السهرة الأسبوعية هو أحمد حبشي وفي نفس الوقت كان كيدير لنا واحد المسلسل دير مسلسل كل مرة كيدير فيه حلقة من السبت للسبت مسميه شكون اللي هرس البرادة هذه حكاية هو صنعته هو من خياله كرجل مسرح وكان تنتسناو هذاك نهار السبت شناهي الحلقة الموالية فين غادي يوصل هذاك اللي هرس البرادة مع وتكتشف الناس اخرين اللي عندهم مواهب اللي كيغني بالانجليزيه واللي كيغني بالعربيه واللي اللي كيقرا شعر الى اخره. فهذه كانت من الاشكال الى ان بدا شويه الانفراج داخل السجن المركزي حتى هو باش تفتح شويه البيبان. ولكن في نفس الوقت ما كانش شي تحسن كبير على مستوى الحياه المعيشه ديال الاكل وديال كذا الى اخره. فاتخذت شي معركة جديدة إضراب اللي للأسف هو فين غادي توفى سعيد المنبهي لأن كانت بقاو هما في غويلة هما والسرفاتي خلاهم تما. دونك كان من ضمن المطالب كانوا تحكموا ولكن خلاهم تما ما جابوهمش. فكان احنا من المطالب كذلك هي الحاق السرفاتي بالمجموعه وهما يجيبوهم للسجن ديال النساء اللي كاين سجن العواد في قنيطره. توفات للاسف الشديد. دارت اضراب في اليوم كذا و30 كانت. فعلى اطر هذا الاضراب غادي يعاود يشتتونا. كانت طالبه. فاللي وقع هو انه شتتونا من بعد هذاك الاضراب تحل وكذا بتدخل لانه هو في الحقيقه كان فيه خطا سياسي. كان واحد طرف من فوسط المعتقلين خرج موقف مساند للبوليزاريو من السجن والناس داخلين في اضراب ما فراسهم ما يعاودوا كيدير الاضراب تطالب زيد بكاشه تطالب السرديل تطالب الحليب الى اخره. دونك هذا ما غنعرفوه حتى من بعد لان ملي وصلت الموت ديال سعيده وبداو الناس في حالات خطيره على المستوى الصحي انا ذاك تدخلت المعارضه في وسط البرلمان بقياده فتح الله ولالو وهما اللي كانوا بداو الوساطه بين اداره السجون والمضربين وكان جاو زياره للسجن تمايا. جاو ولالو مع شي فريق على اساس ايقاف الاضراب وما يلتزموا بتتبع ديال تحسين الوضعيه ديال المعتقلين هذاك الشيء المطالب اللي كانت الى اخره. هكذا باش توقف الاضراب واللي خلى عاهات عند عدد منهم اللي بقات مع حياته كامله الى ان توفي. نهايه هذا الاضراب غادي يعاود يشتتونا على عدد من السجون. مشينا الطرف مشى للشاون الطرف مشى للمكناس احنا انا مشيت مع فريق للسطات لعلي مؤمن بقينا ثاني تمايا. كانت تجربه من نوع اخر ثاني عاود بنا حياه تما فعلا تحسنات الوضعيه بالنسبه لنا حنايا على الاقل في السطات. كانت شروط ديال العيش مزيانه كان سجن فلاحي كيجيبوا لك خضره كيجيبوا لك الحليب الى اخره. كانت اداره تاع هي لا ما تعلمنا والو انا تنديروا غير التجمعات وكنناقشوا هذا الشيء اللي كنعرفوا نديروا. دونك داز مدة ومن بعدها غادي يعاود يرجعونا كاملين للسجن المركزي وتما بدات في الحقيقة انفتاح بدات الزنازين مفتوحة النهار كامل إلى آخره. الكرة التيرانات اللي شوية تولى اللي كيربي الحمام تما يا تولى إلى آخره. دونك ديك الساعة مشات بلا مسلسل آخر. أنا هاد بداية المسلسل هي اللي حضرت لها. من بعد هذاك المسلسل غادي يتوسع بطبيعه الحال اللي غادي يولي فيه لا تدخل الالات الموسيقيه الجيتار العود الى اخره. بدات العائله كتزور بشكل عادي لا تما كانت زياره في الحقيقه كانت معزوله ديالك باش زارك؟ زار كنت يزار باستمرار كان مسكين كيجي باستمرار تما وديك الساعه هو عنده كدا و70 عام ولا كانت قاعد كانت قاعد دونك كان كيجي لا على طول مدة الاعتقال كان كيجي في العاقة لا في ويلة ولا في المركزي ولا غيره. دونك السجن المركزي تما ثاني عاوتاني دخلت حياة أخرى ديال الكتب ولات عندنا مكتبة كاع داخل. ما تسجلتيش تقرا في الجامعة؟ تسجلت في الجامعة أنذاك
الحقيقه في الاول تسجلت في شعبه الفلسفه باش نبقى في المركزي. اما في التسجيل الاول فكان في كليه الحقوق، قلت لهم ندير الحقوق، قالوا لي نسجلوك في الدار البيضاء. ديك الساعه فاش يلاه خديت انا ما عنديش ما ندير بالدار البيضاء، خصني نجي للرباط، لان الرباط هو كيتلاقاو فيه الناس اللي كاينين في المركزي. وانا بدلت عاد عاود درت شعبه الفلسفه لان كانت في الرباط. دونك درت سنتين الاولى والثانيه خديتهم في السجن المركزي، عاد من بعد غادي نغادر السجن. اي سنه بالضبط غادرت؟ غادرت السجن في 3 ديسمبر 79. يعني من اللي تعتقلتي في 9 نوفمبر 74 غادي تغادر حتى 3 ديسمبر 79. وديك الساعة خرجنا بطبيعة الحال، كانت واحد الخرجة حتى هي ربما تكون هي اللي نهاو فيها هذه المرحلة. كان أب حيت خرجنا جا القرار ديال المفاجأة وخرجنا بشكل مفاجئ الصباح بكري. دونك شنو اللي وقع؟ بدات يقلبوا شكون اللي غادي يدينا، ما عندنا احنا ما عندنا فلوس. المهم خرجوا لكم صادف ان الاب ديال واحد من المجموعه اللي خرجت، لان كنا خرجنا مجموعه، انا كان مصطفى السليماني رجل اعمال الان في الدار البيضاء، كان بسلام بودرار اللي كان سفير في لندن، وكان حماني وإليغ حسن موطا، كنظن هادو هما الفرقه اللي خرجنا. كان بات حماني كان تاجر في الخضار، فكان شي بيكوب ديالو جا تما القنيطره دار شي ليفريزون وتم الاتصال به. ما عرفتش انا كيفاش تم الاتصال به، هو يجي هو اللي خدانا. دونك في البيكوب دوك ركبنا في اللور ديال البيكوب، جابنا من قنيطره حتى للرباط، اللي جا للرباط نزل في الرباط، واللي بقى كمل مع الطريق حتى لكازا. حنا نزلنا في الرباط لان كان عندي الاخ ديالي في الرباط باش العشيه، خداني انا وصديق موطا مشينا لمراكش.